سنوات طويلة قضاها ميلود في علاج مرضه قاطعا مئات الكيلومترات من الطرف إلى العاصمة مرارا وتكرارا حتى أتعبه المرض. أنا نسكن في سيدي مبارك ولاية الطارف، وعندي هذا تعطف القمر، هذه اسمه اكزيرو دير مابيك موتوزوم، زعما 86، وانا نداوي هنا في الدويره. راني نجي في التران، ساعات نجي في كيما لقاش التران تمشي تكون امبان ولا حاجه، نجي في الكار. نباتك بعثوني لواحد الاوتيل هنا، ما كان اوتيل. ميلود ليس الوحيد، فامثاله كثر جاءوا من مناطق بعيده للعلاج بسبب نقص المختصين بولايتهم. منين انت؟ تمن راست. واش عندك هنا؟ انا درت العمليه في كلينيك ايا في المصران زايد، ومن بعد عندي التهابات في القرشه والنفخه نتاع المصران. تمرست صعب عليها في الطبيبات نتاعها، ما عنديش الطبيبات كاع. عندهم تاع الاوريال تاع الحنجره هذاك، باسكو في الولايه تاعنا بومرداس ما كاش، باسكو لو كان بومرداس هنا نداو بومرداس، مي خميس خشنا فين ما كاش، احنا نمو نداو خميس خشنا. تبع عندنا وما كاش سكانر فما، ما كان والو. نجيو نداو هنايا. درت العمليه عملوا لهنايا. رغم جهود السلطات لفتح عديد المراكز بمختلف المناطق، غير أن نقص بعض التخصصات والمختصين فيها خلق ضغطا على مستشفيات الولايات الكبرى.